سمعنا بالجزء الأول تعرفنا عليها، هلأ رح نتعرف على أهلها شو عم بيقولوا عنها مع حسين الطائي. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذ الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، ولا أول مرة ما منكن سوا. هاي معكم رومي أختالة دي فانسا. وشي كتير صعب أحكي عن شخص هالقد مهم بحياتي بـ30 ثانية. أنا وياخي القنين بنفس النهار، فمنشبه بعض كتير وعنا هيك really strong energy between us. كمان عندي like really good memories with her. سفرنا كتير مع بعض، رحنا أحلى أوتيلات، أحلى مطاعم، أحلى بلاد. يعني عن جد كل أخت بتمنى تكون قاطعة بهيك أيام مع أختها، وهذا كله صار كمان بمحيط شغلة، فهيك it was a plus. وهي دايما عن جد بتفكر فينا، بتاخد إنه حدا من her family معه. كل عمرها قوية وشاطرة، بتحب ترضي أهلها وما بتزعل حدا، بس لما بدها شيء الله يستر. صف السين كام بلشت كل أصحابها عندهم سلولار وهي ما عندها، وبدها سلولار وبدها سلولار. آخر شيء جبنا لها سلولار بس مع شروط، إنه ممنوع استعماله بعد الساعة 7 من عشية، وممنوع استعماله بوقت الصف بالنهار وقت المدرسة. بعد فانيسا كتير احترمت، كل يوم عشية تسلمنا هالسلولار 7:30 تعطينا هالسلولار مطفي. يا ما أحليها هالبنت. حتى يوم من الأيام شي شهر شهرين زمان بالصدفة منشوف هالأوضة تبعها تحت الحاف في شي عم بضوي مثل الأرب دو نويل، بيطوي وبتطفي بضوي بيطفي. طلع دي فانيسا جاي بسلولار تنقل خط من واحد لواحد، بتعطينا المطفي والفاضي وبتخلي هديك معها تحكي مع أصحابها لبعض نص ليل. هي فانيسا الشطورة. عندها مشكلة كان كتير مع الأكل، تروح على المدرسة تجي أكلت مام؟ إيه أكلت أكلت. أوكي ما بدها تزعلني. المهم أنه بعد فترة أنا بلاقيها بالأوضة هيك معبقة وعم بتخبي شي، وشغل بالي أنه شو عم بتخبي هالبنت بالأوضة، في شي غريب يعني. المهم بتحيل عليها وبجرب شوف شو عم تعمل بالقوة، وإلا بكتشف كيس زبالة أسود كبير، يعني من دون مبالغة في حوالي 60 أو 65 ساندويش، نص معفن نص طازة، لأنه بتعرفوا الجداد بيكونوا بعدهم منيح والقديمين معفنين. وبجن أنا يعني شو هيدا، شو عم بيصير، شو عيل مام؟ أنا منشان ما كبون، انت بتقولي لي ما تكبيها للترتين، بأنا ما كبيتها، ما فيني كبها، بس ما بدي أكلها، شو بدي أعمل فيها؟ عم خبيهم. بقى هيدي خبرية من الخبريات. والله عرفنا عنك شغلات يا دي فانيسا، أهلك أختك وأبوك وأمك. أول شيء شو معناته في بالموضوع، في يعني من النوع اللي ممكن تكذبي أنت؟ أوه ماي جاد. هلا كلمات موضوع الساندويتشز، أنا كنت وقتها عن جد ما كنت بقدر أكلهم بالمدرسة، كنت عم بقدر وقتها عم نادي ساندويتشز ما بدي اكل. فهي بدها تعمل دايما ساندويتش، انا ما عم بقدر كبهم. جربت اعطيهم لحدا حتى بالمدرسه، كنا معهم ساندويتش سبعون عليك، فعم بخبيهم عندي بالبيت بلكي مش عم بكلهم بعدين. وموضوع التليفون، موضوع التليفون هلا اللي كان عم بيحكي هو خالد، بس خالد كان وقتها بلبنان، خالد هلا بامريكا. لما كان خالي بلبنان كان شاهد على خبريات، فأنا كتير كان عم بدقر بالتليفون. هلا السؤال مو خالك ولا بيك، ولا السؤال تكذبي؟ هي مش كذبة. شنو هذا كان؟ بتنصبي معناته على قلت لي تعطيهم شيء بس ماشي الحال، أنا أمورك ماشي. هي كذبة بيضاء. ما في كذبة بيضاء وكذبة سوداء وكذبة كحلي، كله كذب، صح ولا لا؟ لأنه أنا يعني بخلص درسي بعد المدرسة. واضح واضح إنك مدلعة كتير، صح ولا أنا غلطان؟ يعني مبالغ شوي. طيب.